وزارة المالية أعلنت بدء تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات. يعني كل الأمور اللي كانت ماشية بالورقة والقلم بقت دلوقتي بيتم حفظها بشكل مختلف وبشكل معاصر. الوزارة قالت في محافظة بورسعيد إنه هي أول محافظة رقمية في مصر مع التخطيط لبدء الرقمنة في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وجامعة قناة السويس تمهيدا لتعميمه على كل المحافظات وكل الجامعات الحكومية. الرقمنة دي بتستهدف يعني إحكام رقابة ومتابعة على كل برامج الإنفاق العام لأي جهة بيتم إنفاق المال فيها، ودعم جهود طبعا الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية اللي بيتم تقديمها للمواطن وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري كذلك. معنا دلوقتي تليفون مع الأستاذ عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية. بعتذر لحضراتكم ده كان اتصال هيكون معنا. معنا دلوقتي بينضم لينا على التليفون الأستاذ إبراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية. برحب بحضرتك يا أستاذ إبراهيم. اهلا بيك يا فندم. يعني انا شرحت سريعا كده في سياق الخبر المعنى والمغزى من رقمنه المعلومات وتعميمها في كل المحافظات، اخد مفهوم يعني اوسع وادق من حضرتك. هو الحقيقه عايزين نرجع بس شويه 2017 بخصوص قرار فخامه رئيس الجمهوريه، القرار رقم 89 سنه 2017 بانشاء المجلس القومي للمدفوعات. أيوة. واللي كان من اهم اهدافه خفض استخدام اوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتطوير نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي. من هنا ابتدينا نشتغل على المجتمع المصري يكون مجتمع غير نقدي ونتعامل في النقد بانظمه الدفع الالكتروني وكذلك التحصيل الالكتروني. كل ده هو من خلال منظومه معروفه عالميا باسم جيف ماي اس، اداره معلومات ماليات الحكومه، انظمه كلها مميكنه وبتعمل على رقابه تنفيذ الموازنه العامه للدوله من اول الاعداد لحد الانفاق وكذلك استخراج التقارير الماليه بطريقة مميكنة. الأمر اللي يعزز لينا إحنا كمجتمع مصري أو كمالية عامة مصرية، يعزز مفهوم النزاهة والشفافية والإفصاح. على الجانب الآخر إحنا بنتعامل مع أجهزة الدولة سواء أجهزة المحليات أو الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات الخدمية، كل ده هو بيتعامل من خلال ميكنة الإدارات الداخلية في دواوين عام المحافظات ودواوين عام الوزارات والاجهزه وكذلك الهيئات الخدميه. مش هيبقى في كده يا فندم تعامل بالدفاتر تماما؟ هو دلوقتي احنا شغالين على مستوى محافظه بورسعيد كبدايه للمشروع تنفيذا لتكليفات فخامه الرئيس. وجه سيد الدكتور محمد معيط ان احنا نبتدي بحزمه البرامج بتاعه الميكنه واداره العمل الداخلي في دواوين عام المحافظات بمحافظه بورسعيد تزامنا مع تطبيق برضه محافظه بورسعيد لمنظومه التامين الصحي الشامل. من هنا عايز اقول انه واحنا بنشتغل في محافظه بورسعيد وكان القصد هو على وجه التحديد ميكنة دوره العمل الداخلي بجميع ادارات المحافظه. في وزاره الماليه اعتمدنا حزمه طيب ده اكيد لخدمه المواطن وتحسين اداء ما يقدم ليه، هل ده بينعكس يعني بشكل سريع على الخدمه المقدمه للمواطن؟ غير شك يا فندم، من غير شك النهارده حضرتك لما تاخد الخدمه اونلاين زي ما بيقولوا وبنقضي على الوسطاء في التعامل النقدي ما بين فاتوره وما بين شيك، الكلام ده كله اتلغى تماما، اصبح النهارده بنشتغل بامر دفع الكتروني، اصبح حضرتك التحصيل بيكون الكتروني من خلال ماكينات التحصيل والمشروع اللي هو القائم في الوقت الحالي. خلي حضرتك انا عايز اقول ان احنا انتهينا تماما من ما كانت إدارة المالية العامة على مستوى الجمهورية لجميع فروعها.
استغلينا نجاح وزاره الماليه او استثمرنا نجاح وزاره الماليه في هذا المشروع، اللي احنا بنكمل بقى في الشغل الداخلي اللي هي الادارات الداخليه. عشان كده عملنا حضرتك حزبه البرامج اللي بتتناول بقى ايه شغل شؤون العاملين والمرتبات والحسابات العامه تمام. والمخازن والمشتريات، اللي هي الحاجات اللي بتخلي دوره العمل اسرع وادق، كل صحيح، حاجه تصب في خدمه المواطن. واللي كان فيها تعامل بشكل مباشر ما بين الموظف وما بين المواطن. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ابراهيم عبد العزيز رئيس الاداره المركزيه.